بالنسبة للشرك الأصغر، ما الصحيح في هذه المسألة؟ هل هو داخل تحت المشيئة أو هو كالشرك الأكبر؟ الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعمم الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لكن صاحب الشرك الأصغر وإن عذب لا يخلد، خلاف صاحب الشرك الأكبر فإنه يخلد في العذاب. نعم.